بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين. أعزائي الطلبة والطالبات، طلاب الصف الأول والثاني والثالث الثانوي، النهاردة إن شاء الله معانا إسي أو مقال عن prevention is better than cure. prevention is better than cure، يعني الوقاية خير من العلاج. طبعا من أهم أو من موضوعات الهامة عندنا في المنهج اللي هو how to keep yourself healthy، يعني إزاي نحافظ على صحتنا، أو prevention or prevent illness or diseases، أو اللي هو الوقاية من الأمراض. فطبعا ده من الباجرافات أو الإسس الهام عندنا في المنهج. طبعا دايما البداية عندنا للذكر والدعاء مع بعض. اللهم صلي وسلم وبارك على رسول الله. اللهم صلي وسلم وبارك على رسول الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الطهور والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماوات والأرض. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الطهور والحمد لله تملأ الميزان. الطهور يعني النظافة، والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماوات والأرض. نشوف النهاردة الموضوع. طبعا التايتل العنوان اللي بجيلي في ورقة أو في الامتحان سواء على التابلت أو في الورقة الامتحانية: write an essay of about 150 words on the following. write يعني اكتب، an essay مقال of about 150 من 150 كلمة، words on the following، ده طبعا لو للصف الأول الثانوي. العنوان التايتل: prevention is better than cure. prevention is better than cure، الوقاية خير من العلاج. طب لو التايتل جاني بالنسبة للصف الثاني الثانوي، طبعا ده البوينت نمبر 27 زي ما احنا عارفين، دي رقم 27 او النقطة رقم 27 اللي انا مطالب باني to answer it in the exam، اجيبها في ورقة الامتحان. طب التايتل ده بيجي an essay of about 180 words. words يعني من 180 كلمة. on the following: prevention is better than cure. الوقاية خير من العلاج. تعالوا مع بعض نتناول هذا الإسي أو هذا المقال بشيء من التفصيل. إن المقال أو to write an essay in the exam، عشان أكتب مقال في ورقة الامتحان بقسم المقال عندي إلى topics، إلى فقرات أو paragraphs. يعني الإسي عبارة عن مجموعة من الparagraphs، كل paragraph بتناول نقطة معينة. For example، paragraph number one بيبقى عبارة عن introduction for our essay. introduction يعني مقدمة، الموضوع اللي أنا هتكلم عنه بعمل عنه introduction، مقدمة بسيطة. وبعد كده بنعمل body of my essay، يعني بناء المقال بتاعي بنعمله في ايه؟ بنعمله في 2 paragraphs، maybe 2 maybe 3، ربما يبقى 2 ربما يبقى 3، تبع الفقرات اللي انا بنظمها. وبعدين بنعمل الاسي او المقال بconclusion، يعني خاتمة لمين؟ للاسي بتاعي. طيب نيجي نشوف اول حاجة عندنا كده introduction for our essay، يعني مقدمة للمقال اللي معايا. بتقول ايه؟ good health is a valuable thing. good health is a valuable thing، يعني good health اللي هي الصحة الجيدة is a valuable thing. valuable يعني قيمة او شيء قيم. a healthy person is always able to perform well. a healthy person، الشخص الصحي is always يعني دايما،
أو is always able قادر to perform well يؤدي أداء حسن يعني يقوم بأعماله بطريقة حسنة. When you are healthy when you are healthy you can go to work on time. When you are healthy لما تكون صحي you can go to work on time يعني تذهب لعملك في ميعادك. You can do well at school you can do well ممكن تأدي أداء حسن at school لو أنت طالب أو معلم. Doing exercise is important طبعا أداء التمارين الرياضية أو ممارسة التمرينات is important to build a strong body to build a strong body لبناء جسم ايه صحي. One should avoid habits لابد ان الواحد يتجنب habits العادات that cause diseases that cause diseases اللي بتسبب الامراض and destroy health وبتدمر الصحة. We should follow the proverb saying we should follow the proverb لابد ان احنا نتتبع البروفيرب المثل saying اللي بيقول prevention is better than cure prevention is better than cure. يبقى again طبعا الباراجراف اللي معانا good health is a valuable thing a healthy person is always able to perform well is able to perform well. When you are healthy, when you are healthy, you can go to work on time. You can go to work on time. You can do well at school. You can do well at school. Doing exercise is important. Doing exercise is important to build a strong body. To build a strong body. One should avoid habits. One should avoid habits that cause diseases and destroy health. One should avoid habits that cause diseases and destroy health. We should follow the proverb. We should follow the proverb saying, "Prevention is better than cure." Prevention is better than cure. نيجي لي نتناول الموضوع بنوع من التفصيل. To live longer لكي نعيش مدة أطول. You must keep your body healthy. يجب أن احنا نحافظ على صحة أجسامنا. And I have some suggestions for you. I have some suggestions for you. عندي بعض الاقتراحات لينا. First, you must eat healthy foods. First, you must eat healthy foods. يجب ان احنا نتناول الطعام الصحي او الأطعمة الصحية. That will provide necessary protein. اللي بتزودنا بالبروتين الضروري. Vitamins اللي هو الفيتامينات and carbohydrates اللي هي المواد الكربوهيدراتية اللي هي النشويات والسكريات. You shouldn't eat food لا يجب ان احنا نتناول طعام that contains fats بيحتوي على fats اللي هي الدهون and a lot of sugar والكثير من السكريات because they clog your arteries. Clog يعني بيسد that cause or because they clog يعني بيسد your arteries arteries اللي هي الشرايين and cause heart attacks وبيسبب heart attacks طبعا heart attacks اللي هو ضربات القلب. Proper diet يعني الطعام السليم أو الصحي can help to keep your body healthy can help بيساعد to keep your body healthy ان يحافظ على مين على صحة اجسامنا. يبقى again to live longer you must keep your body healthy to keep longer or to live longer To live longer, you must keep your body healthy. And I have some suggestions for you. And I have some suggestions for you. For you, you for first,
You must eat healthy foods. First, you must eat healthy foods that will provide necessary protein. That will provide necessary protein, vitamins, and carbohydrates. يبقى first, you must eat healthy foods that will provide or that contains, ممكن أقول that will provide or that contain, will or that will provide necessary protein, vitamins, and carbohydrates. You shouldn't eat food that contains fats and a lot of sugar. You shouldn't eat food that contains fats and a lot of sugar because they clog your arteries. Because they clog your arteries and cause heart attacks. يبقى because they clog your arteries and cause heart attacks. Proper diet can help to keep your body healthy. Proper diet can help to keep your body healthy. The second important requirement is regular exercise. The second important requirement is regular exercise. طبعا the second يعني التاني important هام requirement يعني المتطلب التاني أو الشيء الأساسي التاني اللي مفروض إن أنا أعمله is regular exercise اللي هو التمارين المنتظمة. You should do exercise every day. You should do exercise every day. يجب إن احنا نأدي تمارين أو نمارس تمارين every day كل يوم. Exercising is very important. الرياضة أو التمارين is very important. Why? ليه هي مهمة؟ It helps us to be healthy and fit. It helps us to be healthy and fit. بتساعدنا to be healthy إن احنا نبقى أصحاء and fit ونبقى لياقة بدنية. All people should take exercise to avoid diseases. All people should do exercise to avoid diseases. All people should do exercise to avoid diseases. I really enjoy walking for myself. لو بتكلم عن نفسي, I really enjoy walking. أنا بستمتع بالمشي. It's the best form of exercise. It's the best form of exercise. يعني من أفضل أشكال التمارين. It's also the cheapest one. ومن أرخصها. It's also the cheapest one. It costs you nothing. It costs you nothing. أنا بمشي. هل ده بيكلفني شيء؟ طبعا لا. يبقى it costs يعني ما بيكلفني شيء. You can do it at any time. You can do it at any time. يعني أنا ممكن أمارس المشي في أي وقت. You can walk alone or with others. You can walk alone. ممكن تمشي لوحدك or with others أو مع الآخرين. It helps you to be active. It helps you to be active. بيساعدك تبقى active يعني نشيط. It enables you to do your job well. It enables you to do your job well. بيساعدك إن أنت تأدي عملك بطريقة حسنة. It also helps the blood circulation. It also helps the blood circulation. طبعا الرياضة أو المشي بيساعدنا to help blood circulation. بيساعد الدورة الدموية. It's very useful for people of all ages. It's very useful. It's very useful. يعني مفيد for people للناس of all ages لكل الأعمار. I usually walk for an hour every day. I usually walk for an hour every day. I usually يعني دايما أو عادة ما بمشي for an hour every day. يعني عادة ما بمشي حوالي نص ساعة every day كل يوم. I prefer walking alone. وبفضل أمشي لوحدي. I advise all people to walk.
بنصح كل الناس to walk. Walking helps you to think well. Walking helps you. المشي بيساعدنا to think well. إن أنا أفكر إيه well بطريقة حسنة. Again, the second important requirement is regular exercise. The second important requirement is regular exercise. You should do exercise every day. You should do exercise every day. Exercising is very important. Exercising is very important. It helps us to be healthy and fit. It helps us to be healthy and fit. All people should do exercise to avoid diseases. All people should do exercises to avoid diseases. I really enjoy walking. I really enjoy walking. It's the best form of exercise. It's the best way. It's the best form of exercise. It's also the cheapest one. It's also the cheapest one. It costs you nothing. It costs you nothing. You can do it at any time. You can do it at any time. You can walk alone or with others. You can walk alone or with others. It helps you to be active. It helps you to be active. It enables you to do your job well. It enables you to do your job well. It also helps the blood circulation. It also helps the blood circulation. اللي هي الدورة الدموية. It's very useful for people of all ages. It's very useful for people of all ages. I usually walk for an hour every day. I usually walk for an hour every day. I prefer walking alone. I prefer walking alone. I advise all people to walk. I advise all people to walk. Walking helps you to think well. Walking helps you to be fit. يبقى walking اللي هو المشي helps you to think well. To think well أو to be fit يعني بيساعدك to be fit and to think and to think well. ننتقل للباراجراف number 4. الباراجراف the third and most important point. The third and most important point is not to take illegal drugs. ودي مهمة جدا. The third and most important point. النقطة أو النقطة أو الشيء الثالث الهام والمهم جدا is not to take illegal drugs. Is not to take يعني ما تناولش illegal drugs اللي هي المخدرات اللي هي الغير شرعية. في مخدرات طبعا بنجيبها من الكيميستس اللي هي الصيدليات، ولكن طبعا بتبقى medical ones يعني طبية. but illegal drugs is or are forbidden يعني محرمة أو ممنوعة. يبقى again the third and most important point is not to take illegal drugs. إن أنا ما خدش أو ما تناولش illegal drugs اللي هي المخدرات اللي هي الغير شرعية. Drugs can ruin your life and the lives of your family. Drugs can ruin. طبعا ruin يعني بيدمر your life أو بتتلف حياتك and the lives of your family وحياة الأسرة. You shouldn't smoke. لا يجب ان احنا ندخن. And you shouldn't take heroin. ولا يجب ان احنا نتناول الهيروين اللي هو drugs. A smoker should give up smoking. A smoker اللي هو المدخن should give up smoking. لابد ان هو يقلع عن التدخين. That causes heart and lung diseases. اللي بتسبب له أمراض قلب وأمراض الرئة. It's better for a person من الأفضل للشخص to prevent himself
from diseases يمنع نفسه من هذه الأمراض to seek for cure أو يسعى إلى إيه عن إنه يسعى للعلاج. It's better for a person to prevent himself from diseases than to seek for cure than to seek عن إنه يسعى to seek for cure to seek for cure يعني إيه يسعى إلى العلاج. Again, the third and most important point is not to take illegal drugs. Drugs can ruin your life and the lives of your family. You shouldn't smoke and you shouldn't take drugs A smoker should give up smoking. That causes heart and lung diseases. It's better for a person to prevent himself from diseases than to seek for cure. ننتقل للباراجراف اللي بعده. وصلنا للconclusion اللي هو خاتمة الباراجراف أو الإسي المقال اللي معانا. In brief يعني بإيجاز, by keeping your body healthy now while you are young, you could live longer and you might enjoy life more. In brief, بإيجاز, by keeping بالحفاظ your body healthy عن إن جسمنا يفضل صحي الآن اللي هو إحنا لسه صغيرين while you are young وإنت لسه صغير you could live longer ممكن تعيش حياة أطول and you might enjoy life more وتستمتع بالحياة إيه أفضل لأن جسمنا يبقى جسم إيه healthy يعني جسم صحي. Healthy people are always proud of what they can do. Healthy people, الناس اللي جسمهم صحي are always proud of what they can do. بيبقوا مستمتعين باللي بيعملوه أو بممارسة حياتهم in the fields of sports and hard work. طبعا في مجالات الرياضة and hard work والعمل الجاد. For a healthy person, للشخص اللي هو صحي life is no more for an healthy person for an healthy person للشخص غير الصحي life is no more than pain الحياة ما هي إلا ألم and suffering وإيه ومعاناة يبقى for an healthy person for unhealthy person للشخص غير الصحي life is no more than pain الحياة ما هي إلا ألم and suffering ومعاناة to keep our bodies fit للحفاظ على أجسامنا fit يعني لائقة بدنيا and live longer life ونعيش حياة أطول we should eat healthy food يجب أن احنا نتناول طعام صحي do exercise نمارس تمارين daily يوميا get enough sleep ننام أو نحصل على قسط وافي من النوم and avoid smoking or taking drugs avoid ونتجنب لسموكينج or taking drugs أو تناول المخدرات again in brief by keeping طبعا conclusion اللي هو الخاتمة للباراجراف أو الإسي المقال بتاعي لابد تبقى إيه شاملة للتوبك الموضوع اللي احنا بنتكلم عنه وتتكلم عنه إيه بإيجاز In brief, by keeping your body healthy now while you are young, you could live longer and you might enjoy life more. By keeping your body healthy now while you are young, you could live longer
and you might enjoy life more. Healthy people are always proud of what they can do. Healthy people are always proud of what they can do in the fields of sports and hard work. In the fields of sports and hard work. For an unhealthy person, for an unhealthy person, life is no more than pain and suffering. Life is no more than pain and suffering. To keep our bodies fit, to keep our bodies fit, and live longer life, and live longer life. نعيش حياة إيه أطول. We should eat healthy food. We should eat healthy food. Do exercise. Do exercise daily. Do exercise daily. Get enough sleep. Get enough sleep. And avoid smoking or taking drugs. And avoid smoking or taking drugs. طبعا وصلنا هنا لنهاية الباراجراف. أتمنى إن الموضوع يكون سهل وبسيط، وأتمنى للجميع التوفيق. وفي نهاية الحلقة بتاعتنا زي ما بدأناها بالدعاء أو بالحديث الشريف، نختمها إن شاء الله بالدعاء معايا. اللهم استودعك ما أتعلمه فرده إلي عند حاجتي إليه، ولا تنسينه يا رب العالمين. اللهم إني أستودعك ما قرأت وما حفظت وما تعلمت فرده إلي عند حاجتي إليه، إنك على كل شيء قدير، وحسبنا الله ونعم الوكيل. اللهم ارزقنا نجاحا في كل أمر ونيلا لكل مقصد، وارزقنا القمة في درجات العلم. اللهم افتح لي أبواب حكمتك، وانشر علي رحمتك، وامنن علي بالحفظ والفهم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم.